22 نوفمبر. علي جاي علي جاي شو دخولية شو تعبر بيها؟ والله جاي نعبر بيها معرفش نعبر على رأيي الوقت مع الناس هذوما الكل اللي معناتها متبني الرأي متاعهم. احنا باش نقعدوا احنا اليوم شفنا برشا آراء معناها مختلفة برشا. شفنا ديجا برشا أحزاب وشفنا برشا يعني أفكار. الرأي ماهمش الكل هم يعبروا على رأي واحد. الرأي نتصور أنا الرأي اللي يجمعهم لهنا هو الرأي مراقبة الحكومة. أباغ سا الآخرين نسميهم أنا ناس معناها مندسين كما نقولوا. خاطر هما مواصلين في الحكومة. نتصور أنا هذا مثل المجتمع المدني واللي بتياقب الحكومة مش اللي مع الحكومة. دونك وجودهم زايد الآخرين نتصور أنا معناها. اليوم الاخرين نعم اليوم الاخرين الممثلين في الحكومه معناها احزاب الممثله يتمثل الاغلبيه يعني لازال لي زاديغون تاعهم ما عندهمش معناها وجودهم البرا زي هما ممثلين الداخل وهما اصحاب القرار وجودهم معنا احنا كمراقبين زيت نفهم من الكلام هذا يعني اللي انت يمكن الحزب اللي انتخبته مش ما فيش كلام لا الحزب اللي انتخبته خذا اقليه مش ممثل برشا مقاعد متفائله ليه مانيش متفائلة حتى تعرف جوست ما هذاك علاش انا موجوده على سنين حبيت هكا جيت متفائل شويه او مامي مانيش متفائلة حتى تعرف عايش جيت باش اللي نحب نقولوا انه ما عادش مقبول في وقتنا هذا انه مصير شعوب يقرر قضاءات المغرب هذا هو انا نصور اذا كان نتاكدوا انه المفاوضات نتاع المجلس التاسيسي تعدى في الثلجه يكون لنا ارتاح برشا ان نتبعوا في الثلجه وبعد يجي الاحتجاج ربما يولي هما ينجموا ياخذوا دون دي كونديسيون ارتاح اما الفضاء المغلق هذايا معناتها السد اللي تبنيه بين مصير بيني وبين مصيري مش معقول ما نصورش انك باش تخمم فيا معناتها وتفكرني في مصالح الكل وانت في فضاء مغلق وما تعرفنيش انا شو نحب دونك هاني حتى مش يعتبرونا كلاب نهببوا هنا نهببوا على الاقل نحرموهم من الراحه والنوم ما نجموش نبدلوا حتى شيء هما لا يرتاحوا لا يرقدوا حتى يوريوني اللي هما قاعدين يخدموا لمصلحتي ما لغزموش هذا نجموش نفيقوا بيه قبل مده طويله اما انا تندور من احنا ما نرقدوش هما ما يرقدوش هو بعد البارح بعد اللجنة الصحفية اللي تم فيها تشكيل وتقاسم الحكومة اللي نعتبره احنا هو نوع من التحالف بين قوى ردة وبين بطايا النظام والحلول النظام السابق وبين القوى الإصلاحية اللي تم التفق على المطالب الجماهيرية الحقيقية اللي هي التشغيل والتنمية العادلة والعدالة الاجتماعية احنا نعرف ان المسار الانتخابي بعد 23 افتح على مشهد سياسي المشهد السياسي هذا هو فعلا أدى إلى معارضة وسرقة الثورة سرقة أحلام الشباب سرقة المطالب الحقيقية الالتفات على دماء الشهداء نعرف أن الانتخابات 23 كانت انتخابات ما توفرتش في الظروف الحقيقية أفرزت في التحالف نهضوي التحالف سرقة رجعي مع قوى إصلاحية عميلة مع الأمة العربية قطر وغيرها ومع رأس مال العالمي الالتفات على المسار هذا رو مع الإمبريالية وسيعيد إنتاج هم قاعدين هنا قاعدين هنا في إطار تنفيذ خطة إمبريالية بأيد القطرية وبأيد الأمة العربية وسيعيدوا إنتاج نفس الحساب ونفس الاستقبال والملفات الحقيقية رفعتها الجهات المعاملة هي عدالة الاجتماعية وأول شعار لم ثم اثنين ملفات ملفات ملفات